نشرت لجنة تشيلكوت الخاصة في التحقيق حول مشاركة بريطانيا في غزو العراق في 2003 تقريرها الأربعاء، ووجهت انتقادات حادة لرئيس الوزراء السابق توني بلير الذي قدم ذرائع معيبة حسب وصف اللجنة لتبرير اجتياح بلد للسيادة حسب رئيس اللجنة اللورد جون تشيلكوت. واضح الآن أن السياسة البريطانية حيال العراق بنيت على أسس استخباراتية وتقييمات خاطئة، ولم تكن هذه التقييمات تشكل تحديا. السيد بلير قال للجنة التحقيق أن الصعوبات التي رافقت بعد اجتياح العراق لم تكن معروفة أو موجودة من قبل، ونحن لا نقبل ذلك. توني بلير قال في رده على الانتقادات لسياسته في غزو العراق تحت قيادة الولايات المتحدة إن قرار الذهاب إلى الحرب كان قاسيا، وأنه لا يجب تحويل المؤسسة الأمنية والعسكرية البريطانية المسؤولية. قرار الذهاب إلى الحرب في العراق والإطاحة بصدام حسين ضمن تحالف ضم أكثر من 40 دولة بقيادة أمريكية كان القرار الأصعب والأكثر خطورة ومنصرية والأكثر إيلاما اتخذته خلال 10 سنوات كرئيس لوزراء بريطانيا، ولذلك فإني أتحمل المسؤولية الكاملة من دون أي استثناء ومن دون أي عذر. وأعربت عائلات الجنود البريطانيين القتلى 179 خلال غزو العراق عن غضبها، وأملت في ملاحقة توني بلير قضائيا بعد نشر تقرير لجنة تشيلكوت.